شهدت مطرانية الروم الأرثوذكس في عمان توقيع اتفاقية شراكة بين إدارة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس وجمعية الكاريتاس الأردنية بحضور وبركة صاحب السيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الجزيل الاحترام، حيث وقعت مديرة مدارس البطريركية السيدة سهير بجالي مع مدير عام جمعية الكاريتاس الأردنية السيد وائل سليمان اتفاقية تهدف لدعم العملية التعليمية لنحو 1100 طالب وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين الملتحقين خلال الفترات المسائية بالمدارس والروضات التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في الأردن. وتعتبر هذه الاتفاقية أيضاً جزءاً من برنامج التعليم الشمولي للطلاب السوريين والمطبق في مختلف المدارس بالمملكة، وهي بدعم من كاريتاس ألمانيا وهيئة الإغاثة الكاثوليكية. ومن جانبه أكد المطران خريستوفوروس على أهمية وضرورة مثل هذه المشاريع التي تعطي الأمانة للأخوة المهجرين وتمنحهم الأمل لغد مشرق، وأكد سيادته على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع في حضن الكنيسة وتحت إشرافها. شكر كبير لجمعية الكاريتاس الأردنية، وبتمنى لهم دائما المزيد من التقدم، لأنهم بصراحة جمعية داعمة للمجتمع المحلي، بتوفر فرص عمل لأبنائنا وبناتنا. كان إلنا أكثر من سنة مشاريع مشتركة معاهم، إنهم طبعا هاي بتقدم دعم اجتماعي للكل، سواء خدمات تعليمية أو خدمات اجتماعية تساعد الناس على تخطي الصعوبات الموجودة في الحياة. أنا بهمني إنه الكاريتاس ينجحوا، لأنه نجاحنا من نجاحهم، وأنا بتمنى لهم دائما التقدم والاستمرارية وتحقيق النجاحات، وأنه تكبر مشاريعهم أكثر وأكثر، لأنه كل ما كبرت هاي الجمعية وكبرت المشاريع تبعتها هي رح تعود بالفائدة على كل المجتمع هون بكل محافظاتنا، لأنه هم ما شاء الله ممتدين من الشمال إلى الجنوب. الله يعطيهم الصحة والعافية. هلا أكيد اليوم تم توقيع اتفاقية اللي هي بنوقعها سنويا مع مدارس الروم الأرثوذكس اللي بتغطي اليوم 6 مدارس لأعداد من الطلبة طبعا السوريين اللي عمالهم بنخدمه بهاي المدارس اللي بتغطي مناطق مادبة والفحيص والصلت ومنطقة الزرقاء وعنجرة، يعني فيها، وهي استمرارية للتعاون بين كاريتاس وبين مدارس الروم الأرثوذكس.